معادلات رياضيه وباستخدام خوارزميات للسينكرونيزاسيون انتر لي موتور دو قمنا بتطوير هذا الجهاز اللي هو بوكس ديزانفكتون او جهاز تطهير او تعقيم وثائق اداريه مختلفه ومن مستندات ومن ارشيفات. هذا الجهاز كما راينا سابقا يعتمد على تطهير بالالتخافيولي. واش معناتها؟ معناتها فوق بنفسجيه، الاشعه فوق بنفسجيه. هذه الاشعه فوق بنفسجيه تقوم بتدمير لارين او لاديان الموجود في الخليه الوحيده لاي ميكروب او اي فيروس او اي ما شابه ذلك. هذه الاشعه عندها تركيز وعندها طول موجات معينه حتى تقوم بالتعقيم اللي هي 268 نانو نان. على الانتيريور دو بوكس لا ديزانفيكسيون سورا توتال. ici il y a une fuite de d'ultraviolet, il y a une alarme qui va se que c'est que elle va se déclencher pour arrêter automatiquement le système.